طبعا انا عايز الاهداء بقى سريعا. قال لك الى الصبي الذي قرأ ايوه الايه، الى الصبي الذي قرأ الشوارع والوجوه، سيد الوكيل. سيد الوكيل. ايوه سيد الوكيل بقى في الاهداءات، وتلاقي مثلا المره يقول لك ايه، بحبكم والله، مش كده برضه؟ او اهداءات بنت الروح الايه، بنت الروح الشعبيه المصريه. خلي بالك ان دي الراجل ده الكتابه دي بنت الروح. مثلا هتكلم على موضوع الروح المصريه في الاخر. الصبي الذي قرأ الشوارع والنجوم. الإهداء ده مغير نسبيا عن إهداءات سيد الوكيل. إهداءات سيد الوكيل بتاخد دايما هذه الصبغة اللي فيها رجوع الصبغة الشعبية. تمام؟ المرة دي الإهداء ده إهداء تقدر تقول إن هو ابن حالة مثقفة، ابن حالة قرائية، إلى الصبي الذي قرأ الشوارع والنجوم. لكنه سرعان ما يرتد الى الذات. الذات بقى اللي هي مركز الثقل في اعمال سيد الوكيل. عشان كده هو الاهداء نفسه لسيد الوكيل ذاته. الى الصبي الذي قرأ الشوارع والوجوه، سيد الوكيل. طيب قصه حب الصوف. انت تخيل بتبقى بتقرا مجموعه بيستهلها، بتجد ان العنوان بتاعها بيحمل هذا الاسم اللي هو قصه حب صوف. أول شيء بتأتي على ذهن المتلقي العام في الحقيقة إن قصة حب صوفي، إن أننا سنصبح أمام كاتب سيحكي لنا قصة حب إيه؟ صوفية. قصة حب صوفي ده طبيعي. طيب لكن اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل طبعًا ده اللي من بقى خبر مشروع سيد الوكيل وكتابته. سيد الوكيل مش ليس متاحًا لهذا الحد يعني. مش معقول يكتب قصة حب صوفي فيعمل لنا قصة حب صوفية. لا، فسيد الوكيل كرجل يعني خبر بقى فن القصة وعرقته هذه التجربة، فبيعمل ايه؟ فبيروح يستخدم هذا التكنيك المراوغ اللي هو ان العنوان يصدر بشيء لكنه يحيل الى شيء ايه؟ الى شيء اخر. وبالتالي تحدث، يبدو العنوان اذا مراوغا منذ البداية، حيث تحدث ما نسميه في البلاغة المشاكلة. أنا هقف قدام المشاكلة بعد شوية. حيث تحدث ما تسمى بالمشاكلة بين اسم صوفي وتوصيف الحب نفسه بأنه حب صوفي. صوفي هذه هي صوفي منير حنة. يبقى إذا قصة حب صوفي هي قصة حب صوفي منير حنة. يبدو العنوان مراوغا منذ البداية، حيث المشاكلة بين اسم صوفي منير حنة وتوصيف الحب نفسه بأنه صوفي. تبتل السارد الرئيسي في محراب حب صوفي منير حنة، وربما تبتل الأب أيضا، هذا الأب الذي يعمل باترونيست حريمي، وربما تبتل الأب أيضا في محراب صوفي منير حنة. يحيل، فهو هذا الأب الباترونيست الحريمي يحيل أفكار وتصورات مصمم الأزياء إلى جمال حي، فيحيل عمله بالتالي على فعل الكتابة ذاتها، وهي التيمة التي يلح عليها الكاتب دائما. هذا النسق من الكتابة اللي هو بيشتغل عليه سيد الوكيل معبرا عنه في قصة حب صوفي. هو بيستخدم العنوان المراوغ ده، وبعدين بنبدأ بيحصل تقاطعات ما بين الماضي والحاضر، ما بين استعادة الاتكاء على الذاكرة واستعادة هذا الأب زي ما الشاعر الكبير عطف عبد قال، هذا الأب الذي كان يعمل باترونيست حالي. وبعدين بيحصل تدخل من المين ناريتور، من الراوي الرئيسي. التدخل ده بيتم عن طريق إنه يبتدي بقى يتأمل من خلال راويه بقى اللي هو جوه ده، اللي هو هذا الرجل العجوز الذي كان شابا وقت أن كان مع أبيه الذي كان يعمل باترونيست حريمي. هذا الرجل الذي بيستدعي ما كان. فتحدث هذه التقاطعات ما بين لحظات الحاضر ولحظات الماضي. التقاطع ما بين مساحات الماضي والحاضر واحدة من التكنيكات الأساسية البنائية اللي بيشتغل عليها سيد الوكيل في المجموعة. يعني انت هتلاقي دايما في كل النصوص تقريبا تقاطعات ما بين الأزمنة، ما بين الماضي وما بين الحاضر. هذا بقى الراوي الرئيسي بيصنع
بيلح دائما على هذه العلاقة بين مهنة الأب الباترونيست الحريمي وما بين مهنة الكاتب ذاته. فنجد هذا الإلحاح الذي يجعل الكاتب يختتم قصته بهذه الجملة: نعم كان أبي باترونيست حريمي، مهنة تأتي بعد مصمم الأزياء لتصنع من خياله وجودا جماليا. أليس هذا ما تفعله بنا الكتابة؟ هذا المقطع هو مقطع، هنجد أنه مقطع مقرور داخل القصة موجود قبل كده في متن السرد، وبعدين بيجي يلح عليه في النهاية وبيضعه بشكل أساسي في النهاية، بما يعني أن هناك رغبة في خلق هذه المشاكلة اللي هي لم تعد مشاكلة لفظية ما بين فكرة الكتابة نفسها وما بين عمل الأرض، وكأن الكتابة هي تحويل الواقع الحي إلى جمال خالص. طيب، المشاكلة هنا والتي كانت مشاكلة لفظية كما في صوفي، طيب في مشاكلة أخرى على مستوى، طبعا موضوع المشاكلة وهي المشاكلة في البلاغة هي ذكر معنى بلفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك الغير وقوعا حقيقيا أو مقدرا، وهو طبعا هو من مصطلحات البلاغة ومصطلحات علم البديهة تحديدا. زي مثلا هو هنا إيه؟ إن في صوفي في القصة، في صوفي بتجد أن هناك إشارة بقى ثالثة إلى إحدى رائدات الأدب النسائي وهي الكاتبة صوفي عبدالله. ومن اللي طبعا أنا هنا بقى عايز أحيي سيد الوكيل إن هو الحقيقة، لأن ده بقى جزء من فكرة الروح المصرية. إن إحنا مثلا ممكن تلاقي واحد يقول لك يا دكتور شريف، يقول لك إن أول روائي في إحنا مثلا رواية زينب لمحمد حسين هي أول رواية عربية بالمقاييس العصر الحديث. ممكن واحد يجي يا استاذ ينجي يقول لك ايه؟ ان في كاتب في الحته الفلانيه تمام؟ عمل روايه في الصحراء مش عارف ازاي سنه 1800 وايه؟ عامل الكلام ده واتدفنت. فهو بقى ايه؟ ان النهارده استعادت او ان قال لك مره ان اول روايه نسويه كتبتها كاتبه عربيه مش مصريه. فهو النهارده استعادت واحده من رائدات الادب النسائي المصري، دي مساله مهمه، مش لان وده مش بعد وانا راجل عندي نزوع عربي عادي ومش بعد الشوفيني ده، لكن الحقيقه ان فكره استحضار الهويه الوطنيه المصريه هي هتظل مركز الثقافه العربيه يعني مهما حدث في الحقيقه. انا بقى هنا بقى الحقيقه ان هذا الاستدعاء لصوفي عبد الله ليس استدعاء مجانيا في الاطارات اللي هي الخاصة بأننا أمام عنوان يحمل هذه الإشارة اللي هي قصة حب صوفي. المتن المأخوذ من الصوفي عبد الله هو متن اللي هو المقطع يعني الكوتيشن اللي متاخد من النص بتاعها، مقطع معضون أو موظف في بنية النص اللي عامله سيد الوكيل. المشاكلة هنا إذن بتتم على مستويين، في مشاكلة لفظية اللي اتكلمت عنها البلاغة العربية القديمة، وفي مشاكلة أنا أقدر أسميها أيضا بارتياح نقدي إن حاجة اسمها المشاكلة الدلالية بين عالم الكتابة وعالم صناعة الجمال. عالم الأب ده الباترونيست الحريمي اللي بيحيل التصميم، الشغل اللي بيعمله مصمم الأزياء يجي ينفذه هو ويحوله إلى جمال حي. المشاكلة الدلالية بين عالم الكتابة وصناعة الجمال وهي التي تتواتر في القصة ويختتم بها الكاتب قصته. هذا النسق من المفارقة بقى يا أستاذ مليكي إن هذا النسق من النصوص اللي بيحيلك على ما يسمى بقصص الحب المستحيل ستجد أنها تلوح أيضا في القصة الأخيرة من المجموعة اللي هو أشار إليها الشاعر عطف عبد العزيز اللي هي حكاية منص. إذا كان في صوفي منير حلمة في القصة الأولى، ففي النادية في القصة الأخيرة في نادية نبيل نبيل نادية نبيل سند تمام.